الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وأستاذ جاسم الرميحي، وراح نتناقش أنا وياه عن كأس الخليج وناخذ رأيه عن بايك وناخذ رأيه كمان عن التدشين اللي حصل اليوم في السيارات. وإنتوا من وجهة نظركم إيش تحبيني أسأل الأمين العام لكأس الخليج 2024؟ يعني أكيد إحنا متحمسين لهذه البطولة، متحمسين نشوف المنتخب السعودي يجيب أرقام ونتائج جدا عالية. رحبوا معي بالأستاذ جاسم الرميحي، مساك الله بالخير طال عمرك. الله بالخير، كيف حالك؟ عساك طيب. الله يطول عمرك. الله يحفظك أستاذ جاسم. طبعا أولا أنا سعيد بإني أنا أكون متواجد معك اليوم هنا، وسعيد إنك أنت في بلدك الثاني بين أهلك وأخوانك. وصراحة أنا هذه أسجلها في تاريخي أنا كنايف اليوم، ولكن اليوم إحنا في بايك وفي تدشين سيارتين من سيارات بايك والشراكة الاستراتيجية ما بين بايك وكأس الخليج 24. أولاً حكيني كيف شفت التدشين اليوم؟ طبعاً اسمح لي في بداية الأمر أن أشكر رئيس مجلس الإدارة سي سونغ على ترحيبه، وكذلك الشيخ سالم الوكيل المحلي لشركة باي في المملكة السعودية. هذه بلدي الثاني، ما احتاج اكيد ترحب فيني واخوانك. واليوم كان الحفل رائع وتشني كان من افضل، منسق جميل جدا، بسيط وسهل، وتم شرح عن طرازين جديدين في هذه السيارة اللي هو راح تكون جيل جديد لشركة بايك في المنطقة ان شاء الله باذن الله. ايهما عجبتك، البي 60 بي جي 60 ولا البي جي 30؟ لا البي جي 60 صراحة. تحب الافرود واضح. نعم تطلع بار انا املك احد سيارات بايك ترى على فكره. ممتاز. نعم ما شاء الله تبارك الله. طيب زي ما انت شايف كاس الخليج موجود بيننا اليوم، وهذا كاس مو غريب علينا احنا كخليجيين، ولكن اكيد في متابعين لنا من خلف الشاشات حابين يعرفوا قصه هذا الكاس، اذا تقدر تعطيني كذا باختصار. شوف البطوله كاس الخليج صار عمرها 54 سنه، من اقدم البطولات الخليجيه، تعني كبير لعشاقها في المنطقه خصوصا منطقتنا الخليجية. النظرة الموجودة عندنا أن احنا شوي نطلع من منطقة الخليجية ونكون أوسع، في نطاق أوسع. أحد الأشياء اللي تبرز هذا العمل هو الشراكة مع شركات كبيرة تنطلق من خلالها البطولة، وإن شاء الله راح تكون بطولة مميزة، بطولة الكويت بإذن الله تعالى. بإذن الله. إيش في خطط مستقبلية قريب لكأس الخليج إن شاء الله؟ والله الخطط بدينا فيها بطولة أبطال الدوري الخليج، انطلقت في شهر يوم 23 أكتوبر بنظام الذهاب والإياب، وهي أحد البطولات الجديدة، وهناك أفكار جديدة إن شاء الله راح تكون متواجدة إن شاء الله على الساحة قريبا إن شاء الله بإذن الله. أستاذ جاسم أنا سعيد جدا بوجودي اليوم معك وتكون ضيفنا، والحوار معك شيق جدا وصراحة يعني هذا يوم بالنسبة تاريخي لي أنا والبايك، تواجدك معنا. بعد شوي إن شاء الله راح نأخذ تجربة لأحد سيارات بايك أنا وياك إذا تسمح لي. أنا عارف السيارة إذا تسمح لي أنا أعيش التجربة معك. حاضر تسوق أنت؟ حاضر تصير أنت اللي تسوق وأنا اللي راكب إن شاء الله. خلاص نصير نعيش التجربة أنا وياك إن شاء الله. شكرا للسيارة، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. بايك always be with you.